ليه كده؟ عملت فيا كده ليه؟ بقت كساتي، شفت وصلتنا لإيه؟ أنا كنت عارفة من أول يوم إن الجوازة دي غلطة، جوازة باردة مبنية على الطمع. أنت طمعت فيا، طمعت في نفوذي، كنت عايز مصلحتك، كنت عاوز تكمل بيه النقص اللي عندك، وأنا كمان طمعت. طمعت في القوة اللي في إيديك، كنت فاكرة إن القوة دي هتديني راحة وأمان، كنت غلطانة. ده أنا حتى غلطت في حق بنتي. كنت عايزة أحب وأتحب، بس اكتشفت إنك عمرك ما حبيتني. أنت ما حبيتش غير نفسك وبس. أماني، حبيت مصلحتك وبس. تصدق عمري ما حسيت معاك ان انا واحدة ست. تكسرت فيا روحي، سرقت مني عمري، وهو جه سرق كياني كله، أخد مني ولادي، دمر حياتي، حتى بنتي اتجوزت أخوها، مش هو بس اللي كان المفروض يموت، أنت كمان كان لازم تموت.